السلام عليكم. بعدنا شلنا في لا بروميير بارتي او لا لي فيديو اللي فاتوا كيفاش بلانك يعني حل المشكل ديال لو كورنوار. غادي نشوف واحد المشكل واحد اخر اللي هو اللي في الفوتو الكتريك. كما قلت لكم اللي لا ميكانيك كلاسيك غادي تعجز انها تفسر هاد اللي في الفوتو الكتريك الا اعتمدتي بان لا لوميير او لا ضو اللي كيجينا مثلا هو ديزونت. دونك غادي نشوفوا هذه الفوتو الكتريك و العالم ديالنا اللي غادي يحاول يحل هذا المشكل هذا اعتمادا على ليبوتيز ديال بلانك بيان سور هو اينشتاين. دونك نشوفوا نفهموا نحاول نفهموا هذا البروبليم ديال الفوتو الكتريك ونحاول ندير واحد السيمولاسيون ونبدا. اوكي دونك شنو هو الفوتو الكتريك؟ هو تو سامبلومون هو لا كونفرسيون. دونك الفوتو الكتريك هو لا كونفرسيون يعني هو باش تحول لينيرجي لومينوز اون انرجي انرجي الكتريك. يعني بهذا الافي هذا هو باش كنصوبوا هذوك لي بانو سولير اللي كتلقاهم معلقين في السطح. مثلا بانو سولير يكون شي حاجه دايره هكا فوق السطح لا لوميير اللي كتجيني من الشمس كتضرب في هذاك البانو. كنعرفو هذوك لي بانو فوتوفولتايك كنسميوهم. وهذاك البانو فيه واحد السليكات من هنا. دونك هذيك لا لوميير او الفوتونات اللي كيجيو من الشمس كيحاولوا كيكريو او كيخلقوا لي واحد لو كورون الكتريك. دونك هذا اعتمادا على هاد لي فوتو الكتريك. كما قلت لكم هاد لي فوتو الكتريك ما كنشوفهم قبل يعني لا فيزيك كلاسيك غادي توقف ما تقدرش تفسر لي هاد المشكل هذا علاش لو لوميير. وغادي نشوفوا لي ريزولتا اللي هما بيزار. غادي نشوفوا شنو اللي كيتحكم في هاد يعني باش يقلع عليك الكترون من واحد الماتيريال. غادي نشوفوا بزاف ديال الحوايج اللي غادي تجيكم حتى هي يعني ماشي منطقيه وغادي نفهموا علاش. دونك كما كتعرفوا بان هاد لي فوتو الكتريك تكتشف بار هيرتز في 1887. دونك بقى بلا حل حتى 1900 وشي صريف يعني حتى تجد لي بوتيز ديال بانك جو بونس 1905 من الفوق. دونك كما كتلاحظوا فاش كنصيفط واحد لا لوميير او واحد لي فوتونات لواحد الميتال يقدر يكون الزنك ولا الالومنيوم ولا على حسب تيب ديال الميتال كنلاحظوا بان لي زيكترونات من هاد الميتال كيتقلعوا وكيمشيو كيخرجوا من الميتال. دونك هاد لو فينومين كما قلت لكم كنسميوه ليفي فوتو الكتريك. دونك جو بونس نحاولوا نديروا تجربه عاد ندخلوا اوكي نحاول نشرحوا هادشي عاد نديروا تجربه. دونك سولو لانتربريتاسيون كلاسيك ريزونونس اونتر لوسيلاسيون دو لوند دو لوميير اي اون اوسيلاسيون دي زيلكترون هي اللي كتعطيني هاد لي فوتو الكتريك. لانتونسيتي ديال لو كورون يعني لو كورون يعني هاد لي زيلكترون اللي كيخرجوا ليا ميزيري دوفا اتر بروبورسيونيل ا لانتونسيتي لومينوز ديال لاخر. يعني شنو معنات هاد الكلمه هاد الجمله هادي اللي هي خاصها تكون نورمالمون منطقيه. مثلا الا كان عندك واحد الميتال كان عندك واحد الميتال كل ما زدتي طلعتي الشده ديال يعني الطاقه ديال هاد البوله اللي كتعطيك مثلا هاد الميه. افترض هنا عندك واحد البوله دونك كل ما طلعتي الشده ديال هاد البوله نورمالمون خصك تطلع يعني كل ما طلعتي لانتونسيتي ديال لا لوميير اوتوماتيكمون خصك توقع بان لانتونسيتي ديال الكورون حتى هي خصها تزيد. يعني كل ما زدتي الشده ديال هاد الضوء هذا اللي كيجيك من هاد اللمبه غادي الالكترونات غادي تقلعوا لك بزاف. دونك هادي نورمالمون خصها تكون هكا يعني منطقيه خصها تكون هكا. غادي نشوفوا هاد المشكل علاش ما يعني فاش نديروا التجربه ما غاديش نلقاو بانك ديبوندي بهاد لانتونسيتي. سي اون اوغمونت لانتونسيتي دو لوند وكيما قلت لكم هادي كتبقى منطقيه علاش عاوتاني الا خفتي مثلا لو نومبر ديال البولات خص لو كورون ديالك غادي ينقص. يعني الا خفتي الشده ديال البوله يعني نقصتي الشده ديال البوله خص حتى الكورون ديالك ينقص تحت ينعادل. اوكي دونك هادو هما الملاحظات المنطقيه اللي خصها تكون. دابا هادشي راه ماشي تجربه هادشي غير اللي خصو يكون سولو لا فيزيك كلاسيك اولا على حساب لانتربريتاسيون فيزيك. ولا اوغمونتيت لانتونسيتي ديال لينيرجي سينيتيك دي زيلكترون دوفري اوغمونتي لي زيلكترون سورون ايجيكتي بلو فاسيلمون. دونك هادشي اللي خصو يكون الا طلعتي لانتونسيتي كيما قلت لكم ديال لا لوميير بيان سور لينيرجي سينيتيك يعني غادي تحرك لي زيلكترون بزاف
حيت الا عطيتيه الطاقه الالكترون عطيتيه الطاقه بزاف غادي يتحرك بزاف دونك غادي يهرب لك من الميتال. راه نشوفوا دابا لوبزرفاسيون اكسبيريمونتال، يعني هذا البروبليم تا هو بحال لو كونواخ. لو كونواخ شنو لانتربريتاسيون كلاسيك شنو خصو يكون، ولكن فاش كندير الاكسبيريمونتال ما كنلقاش داكشي اللي خصو يكون، داكشي اللي خصو اللي منطقي ما كنلقاش. شنو كنلقى؟ بان هاد لي فوتو الكتريك باش كيديبوندي غير بلا فريكونس. يعني الا كانت لا فريكونس ديال هاد لا لوميير اللي كتستفدتي له نتايا، كنعرفوا بان لا لوميير سي اون اوند، ومن بعد غادي نشوف بان سي اون كوربوسكول. فين هو؟ اوكي، دونك هاد لا لوميير كيما قلت لكم الا كاركتيريزي بواحد لا فريكونس. غادي نشوفوا الا خديتيوها تاخد لانتونسيتي لومينوز قليله بزاف، الا حاولتي تحكمتي غير في لا فريكونس يعني بدلتي له غير التردد ديالو، دزتي مثلا لو روج لو بلو لانفرا روج ولا الترا فيولي، يعني كتبدل غير الفريكونس ديالو، شنو كيوقع؟ لي في فوتو الكتريك هو كيبقى واخا تكون لانتونسيتي ضعيفه بزاف. اوكي، يعني هاد لي في فوتو الكتريك باش كيديبوندي كيديبوندي بلا فريكونس. يعني الا كانت عندك واحد لا فريكونس سوي، الا كانت عندك واحد نو سوبيريور نو زيرو، كتكون كيكون عندك لي في فوتو الكتريك. دونك عقلوا على هاد الملاحظات، quelle que soit l'intensité lumineuse. Elle est mortable de l'intensité lumineuse. Ok, donc il y a la condition de la fréquence, c'est la condition bien sûr de la lambda. Donc il y a des nu ça se comporte comme 1 0 1 0 à l'insigne il y a la fréquence seuil, يعني هي العتبه، وهنا يمكن لكم تسميها سوي على حسب شنو كيسميها. يعني الا كانت لاندا ديالك صغيره واحد لاندا صغيره، شنو كيوقع؟ لي في فوتو الكتريك مالو existe qui m'acte au moitié quel que soit le flux ou l'intensité via la lumière. Ok, donc on va faire un jeriban, on va voir cet effet là. Donc on a dit jeriban, deuxième simulation, je vais le couvrir. Ok, donc on a هاد لابليت جافا. دونك هنا كيما كتلاحظوا عندك واحد البولا، دونك نحاول ندير كليك. اوكي، دونك هنا عندك واحد البولا كيما كتشوفوا هنايا. هاد البولا يمكن لي نتحكم لها في لانتونسيتي ديالها، يعني في الشده ديالها، ويمكن لي نتحكم لها في الفريكونس ديالها. دونك هذه هي نو. دونك هنا عندك لانتونسيتي، اوكي، وهنايا عندك لا فريكونس، وهنايا بيان سور لو فولتاج. اولا يعني باش تحرك واحد لو كورون فواحد السيركوي خصك دار واحد تابليكي واحد الفولت، وكنحسب هنا لو كورون اللي كينتقل ليا. دونك هنا فين عندي لا بلاك ديالي، دونك لا لوميير غادي تضرب هنايا، حيت هنا فين عندي هذيك لو ميتال ديالي كاين هنايا، و لي زيليكترون بيان سور. لي زيليكترون هنا عندك لو فيد، دونك لي زيليكترون غادي يكلم ينتقلوا في لو فيد. الا انتقل ليا الكترون لهنا لهنا، شنو غادي يوقع ليا؟ غادي يتحرك ليا ان كورون الكتريك في لو سونس انفيرس بيان سور ديال انتقال الالكترون. اوكي، دونك نحاولوا نديروا هاد التجربه هادي ونشوفوا شنو تعطينا. دونك اول حاجه نختار لانتونسيتي، دونك نعطي لانتونسيتي مثلا 50%، نخليها 50%، يعني كل ما زدت البورسنتاج كل ما كنزهد البولا ديالي. اوكي، وهنا لا لوميير. دونك الا حطيت لانتونسيتي كونستانت شنو غادي يوقع؟ شوف لا لوميير فاش كنقص لا لونغور دوند، يعني كنبدل غير الفريكونس ديالو، لي في فوتو الكتريك مالو؟ كتلاحظوا هنا بانه ما بقاش، باش كنمشي لوغوج ما بقاش كاع. يعني شنو كتلاحظ؟ بان الا خديتي لانتونسيتي كونستانت، هاد لي فوتو الكتريك باش كيديبوندي كيديبوندي بلا فريكونس ديال لا لوميير. اوكي، انت فاش قررت لي الترا فيولي، هنا بيان سور خديت هنا واحد البلاك ديال الصوديوم، الا بدلتي الصوديوم مثلا الزنك راه ماشي نفس. شنو كتلاحظوا هنا؟ الزنك ما كيعميش في لي ترا فيولي، مي الا بقيتي كتصغر دونك الزنك ما كيعميش كاع في السوق على لي ترا فيولي بروفون. ها شي يعني خصو لي ترا فيولي مي نجهد كاع لي بلوز انرجيتيك، لي ترا فيولي في بروش ولوان. اوكي، دونك هنا شنو كتلاحظ؟ بان كان ميزير واحد لو كورون، راه الكورون هو هذا اللي تحت،
شو معنى ميزوريت ان كوره؟ يعني لي زيليكترون انتقلوا ليا في هذا لو سونس. هذا هو المعنى ديال الكوره. شنو هو الكوره الكتريك؟ هو لو ديبلاسمون ديال لي شارج فواحد لاكس ديال لو طون. عليها كنكتبوا بان سيغ باش تبقى عارفين، كنكتبوا بان اي كتساوي دي كيو على دي بي. اوكي، واصطلاحا كناخذوه هو عكس انتقال الالكترونات، مي اون فيت راه هو انتقال ولا شارج. يعني هنا لا شارج، شنو هما لي شارج هنا؟ يعني من كيجوني لي شارج كيجوني بيان سيغ من لي زيليكترون. يعني لي زيليكترونات هما اللي كينتقلوا بحال باش كيعطيني هنا ان كورون الكتريك. يمكن لي بيان سيغ هنايا رسمت بزاف ديال لي بروبريتي. مثلا يمكن لي نحسب لو كورون مع الفولتاج، يعني لو كورون اون فونكسيون ديال الفولتاج. يمكن لي نرسم l'intensité en fonction du courant. Bien sûr, on peut utiliser l'énergie en fonction de la fréquence. Donc, on peut utiliser la fréquence. On peut voir la courbe qui est atteinte. Ok, donc maintenant. Ok. Donc, on peut la fréquence en fonction de l'énergie cinétique. Marche, H, M, V, N, H. Je pense que show photons. Ah, il y a une show photon qui est très beau. Contrôle. Il y a une clé le nombre des photons. Le nombre des photons, il y a l'intensité. Ok, il y a ça grâce à l'intensité. Il y a une part de l'intensité, le nombre des photons à 10. Ok, donc il y a une clé qui est très beau. Il y a une clé qui est simplifiée. Tu fais un mot. Check. Ok. Maintenant, je pense que Ok. Donc, d'abord, la courbe. Donc, on a choisi la courbe. On a l'énergie. Et les électrons. On a en fonction de la fréquence. Donc, on a l'énergie des électrons. Qu'est-ce qu'on a de CO0? Donc, il est chinois. On a quand même CO0. C'est le واحد للحظة. عاد ولات يعني بوغ اون سيغتان فريكونس هنايا، غير باش جيت تفهموا هاد ليكسبيريونس. يعني غير فواحد الفريكونس هنايا، هاد الفريكونس هادي، عاد بدات الانيرجي كتكبر. يعني في الاول كانت كتساوي زيرو، كانت غادية زيرو هكا، عاد بدات كتكبر. يعني نوي زيرو اللي هضرنا عليها كاينة هنايا. نشوفو دابا، نشوفو لو كورون مع لانتونسيتي. اوكي، دونك لو كورون نشوفو لا كورف ديالو ومن بعد غادي نناقشو بيان سيغ. لو كورون مع لانتونسيتي. دونك كنحاول نبدل لانتونسيتي ونشوف لو كورون. دونك شنو كتلاحظو هنا؟ لانتونسيتي، يعني واخا كنزيد لانتونسيتي كنكبرها حتى لمية في المية، لو كورون مكاينش، مكاينش لو كورون. هنا كنطفي فاش كنوصل لزيرو، يعني طفيت البولة ديالي. دونك هنا شنو كتلاحظو؟ هاد اللعيبة الخضرا اللي كانت كتحرك هنا مطلعاتش. شنو معنات مطلعاتش؟ يعني كيلكو سوا لانتونسيتي في هاد القطعة هادي. يعني بوغ لا فريكونس انا راني فيكسيت لا فريكونس، انا راه في لا فريكونس اللي كونستانت، وبدلت غير لانتونسيتي يعني الشده ديال البوله ونحسب لو كورون. لو كورون هو هذا اللي عندنا، كنلقى ديما كتساوي زيرو. يعني واخا تجيب الشمس، يعني الشمس تحطها قدام هاد هاد البلاك هادي، ما غادي دير لها والو، ما غاديش تحرك حتى الكترون، ما غاديش ينقص. يعني تخيل هاد عليها كنقول بان هاد ليفي يعني شويه بيزار. كيفاش واخا تحط الشمس قدام هاد لا بلاك فوتوفولتيك، يعني لا بلاك فوتوفولتيك تهزها وتمشي تحطها قدام الشمس، هاد لي زيكترون ما غاديش ينقزو؟ علاش؟ حيت هاد لو فينومين هذا كما قلت لكم ما كيديبونديش بالشده، وهذا هو اللي كما قلت لكم اللي غريب شي شويه. دونك هذا اللي شويه خربق المفاهيم ديال هذاك الوقت. يعني منطقيا الا شديتي عندك واحد الالكترونات، شديتي الانيرجي مثلا في الشمس ديال الشمس، ضربتيها في هذيك لابلاك، نورمالمون راه خص تزلع هذوك الالكترونات كاملين يهربوا من لي زاتوم. مي هاد لي فوتو الكتريك كما قلت لكم ما الكلاسيك هي غادي تعجز انها تفسر لي هاد البروبليم هذا، وغادي تخلي ليبوتيز ديال بلانك غتبقى ديما صالحه حتى في هاد الاخر. واينشتاين هو اللي غادي يخدم ليبوتيز ديال بلانك باش يفسر هذا، وغادي ياخذ عليها بري نوبل. اوكي، هنا مازال ما طراتش. دونك نحاول نختار، نحاول نبدل غير لانتونسيتي. قلنا هذا كيعطي لي روج، دونك ناخذ هاد لا فريكونس اللي كيتحرك فيها الاخر، ونحاول نبدل الفولتاج نشوف شنو غادي يلاحظ. دونك هنا انا بدلت لو فولتاج، انا كبرته ل 8، الا صغرته قلبته يعني قلب لو سون. هنا شنو كتلاحظوا؟ الا درت ناقص 8 فولت، لي زيليكترون كيخرجوا من الميتال، يعني كيخرجوا كيهربوا من الميتال، مي
بويس كاين واحد لو شون الكتريك اللي كاين في هذا القنت هذا، كاين هنا يعني الفولتاج راه هو كتكري واحد لو شون الكتريك في هذا القنت هذا، يعني هذا لو شون الكتريك ما كيخليش الالكترونات يزيدوا يهربوا حتى ليه. علاش؟ حيت نقصتي انت الفولتاج، نقصتيه بزاف، يعني كبرتي هذا لو شون الكتريك. وكيف هذا لو شون هذا؟ دونك على لي زيكترون شنو كيوقع لهم؟ كي كده خرجوا يرجعوا، كي خرجوا يرجعوا. المهم هاد لا فريكونس راه كتقلع لك لي زيكترون من الاخر، مي ما كيمشيوش وما كيقدوش يهربوا حتى لهنا باش يجيو لبلاصه وهنا باش يعطيوني واحد لو كورون الكتريك. مي الا بدلت بيان سور صغرت شويه الفولتاج وكنحاول نصغر، هنا كيبان لك هما بداو كيهربوا كيهربوا كيهربوا، ها هما بداو. دابا عندي ان كورون الكتريك، يعني هاد لو فولتاج هذا بوغ هاد لو فولتاج عاد كيكون عندك لي في فوت الكتريك. هنا يمكن لي نشرح هاد الكورب هذا، يعني كما كتلاحظوا هنا جو بونس يمكن ندير هاد القضيه هو هنا كيبان شويه مزيان، كيبان مزيان. دونك هنايا باش تفهموا تاع هاد الكورب هذا، حيت انا غنديسكوتيو واحد الفولتاج كان هنا ما كانش كنميزيرو حتى شي كورة ابارتيغ من واحد لو فولتاج اللي غادي نسميه تا هو واحد في زيرو ولا لاخر، عاد لي في فوتو الكتريك كيبان لي، يعني عاد كنميزيرو واحد لو كورون الكتريك. دونك هادشي غادي نحاول نشرحوه بلي زيكواسيون باش يبان. دونك بقات لي هنا لا كورب التاليه اللي غادي نحاول ندير هي ديال لو كورون اون فونكسيون ديال لانتونسيتي، غنخلي هاد لا فريكونس هادي ونحاول نحسب لانتونسيتي اون فونكسيون ديال الكور. دونك غادي نحسب لانتونسيتي، انا نقصها حتى ولات كتساوي زيرو. دابا طفيت البوله، دونك نبقى نزيدها نزيدها. دونك هنا راه كيبان لكم عاوتاني هنايا واحد 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 القفزه. دونك غادي هادشي غادي نشوفوه بلي زيكواسيون في الكماله ديال الباوربوينت. اوكي، دونك كما لاحظنا le courant I il croît jusqu'à une valeur asymptotique liée à ES. Donc fash kan il hatta rasit I yani le courant électrique en fonction de la fréquence chni kiwqa li ktkom le fouvet électrique ma kikonch yani fhad el qant hada ma kanmezir hatta courant wa yani a partir de واحد la fréquence عاد le courant kibqa ytla liya yani hadi hi li smina la fréquence seuil. Bien sûr le courant kibqach tala indéfiniment, bien sûr kiwsel lwahed el qta w kiwli constant. يعني يمكن لكش تزيد تقلع في الالكترونات، يعني هذا هو الحد ديالو، عليه كنسميه الساتوراسيون، يعني وصلتي للساتوراسيون الاشباع. اوكي، نزيدو لهنا نشوفو دابا لو فوتو كورون، يعني لو كورون اللي عندي هو هذا اللي هضرنا اون فونكسيون دي لانتونسيتي. و لانتونسيتي هنا بيان سور الا كبرت لانتونسيتي لو كورون اللي كنريكولتي كيكون طالع تا هو شي شويه. مثلا هذا بور ان انتونسيتي اي 1 وهذا بوغ ان انتونسيتي اي 2. مي اللي متفقين عليه اللي خصنا نتفقوا عليه بان كيلكو سوا لانتونسيتي، يعني كيما بغات تكون هاد لانتونسيتي هادي، حتى كنوصل لواحد الفريكونس في زيرو عاد كيوقع لي في الفوتو الكتريك. يعني ماشي تشوف لانتونسيتي راه زادت ليا في الكورون تقول بان لي في الفوتو الكتريك ال ديبون د لانتونسيتي. اوكي، لي في الفوتو الكتريك نو ديبون با د لانتونسيتي، ديبون بهاد لا فالور ديال نيو زيرو. الا كانت هاد نيو زيرو هنايا حتى نوصل لهاد نيو زيرو عاد يمكن لي ميزوري لانتونسيتي. اوكي، دونك شنو يعني الا كانت نيو صغر من نيو زيرو اوتوماتيكمون لي الكتريك ما كاينش كيلكو سوا لانتونسيتي ديال لو ريونمون و كيلكو سوا لو طون ديكسبوزيسيون. يعني واخا تخلي تشد كما قلت لكم تشد الشمس تحط قدام هذيك لا بلاك فوتوفولتاي اللي كتلقاها في السطوحه، تحط قدامها تجيبها وتحط تهزها وديرها قدامها. نورمالمون ماشي بلاك، حيت لا بلاك لا فريكونس باش تقلع الالكترون كاينه في الفيزيبل، دونك الشمس ممكن لا تقلع. مثلا خديتي الزنك هو اللي شنا في الالترا فيولي لوانتا، يعني الالترا فيولي في القدام كنعرفو الشمس بان ما كتيميتيش لي تيب ديال الالترا فيولي كاملين، كتيميتي مثلا غير داك الالترا فيولي اللي قدام الفيزيبل. اوكي، دونك واخا تشد هذيك الحديده وتحطها كما قلت لكم قدام الشمس ما يوقع والو. علاش؟ حيت لا فريكونس ديال لا ديال مثلا السولي مازال اصغر من هذيك نيزيرو نتا اللي باغي باش يوقع لك الفوتو الكتريك، يعني كيلكو سوا لانتونسيتي ديال الشمس. دونك هادشي اللي بغيتكم تفهموا، حاولوا ترتبوا غير الافكار ديالكم، يعني ما تبقاش تحفظ هادشي، يعني ما تحفظش كاع. شويه بشويه يمكن لك تفهم هادشي، راه يمكن لك تفهم وقع لا فيزيك كوانتيك. يعني من بعد غادي تلقى بانها تدخل لك شويه الفلسفه، حيت كتعطيك واحد القوانين اللي صعاب ان العقل
الكلاسيكي او العقل اللي تربينا عليه او الحياه اللي كتشوف هنا في العامه، كتلقى داكشي العكس ديالها هو اللي كيوقع. اوكي بيان سور، حيت فاش كنصغرو في ليشيل ديال لي زاتوم خصك تبدل لا ديفينيسيون ديال ليسباس، يعني المكان خصك تبدل له الديفينيسيون ديالو. المكان اللي كاين اللي كتشوفو نتايا راه ماشي هو المكان اللي كيشوفو لي زاتوم. شنو كاين عاوتاني؟ لو طون، حتى هو خصك تستهضر على لا نوسيون ديال لو طون، ليشيل ديال لي بارتيكول ماشي هو في ليشيل ديال الانسان. دونك بزاف د الحوايج كيتبدلوا، وهاد الحوايج فاش كيتبدلوا تقريبا كيبدلوك لا رياليتي ديال او الحقيقه ديال هذوك الاشياء اللي كتبغي تدرس انت. اوكي مي هاد لي زيفي الاولى يعني حوايج يمكن لي نفهمهم، يعني عندي ليكسبيريونس، كنشوف ليكسبيريونس وكنحاول نتريتي ليكسبيريونس لحد الان مازال ما دخلت في الفيزيك. دونك لينيرجي سينيتيك دي زيلكترون اي مي فاري لينيرمون افيك لا فريكونس دو رايونمون. دونك هادي شنا بان الى حطيتي لينيرجي ديال لي زيلكترون حتى هي كديبون دي واحد لا فريكونس، يعني لينيرجي ديال السينيتيك يعني الالكترون كضربو الاول بالفوطون الاول ما كيتحركش كاع ما كيتسوقلوش، بدلتي له الفريكونس يعني بدلتي له لا كولور، كضربو الفوطون الثاني ما كيتسوقلوش حتى هو، يعني الانرجي كتبقى زيرو. كضربو مثلا بالفوطون الثالث خضر، يعني فريكونس هنا راه فاش كنبدل لا كولور يعني بدلت لا فريكونس، ما كيوقع له والو. ولكن مثلا ضربتيه بهاد الفيولين، ديرو الفيولين حيت هو زوين، ولكن ضربتيه بهاد الفيولين عاد كيتحرك لك، يعني عاد كيعطيه واحد لينيرجي سينيتيك كتولي نون نول. في الحالات الاولى كاملين لينيرجي سينيتيك كانت نول، يعني ما كيتسوقلوش. واني فاش كضربو فيها في واحد لا لوميير او لا واحد لوند اللي عندها لا فريكونس ديالها هي ني زيرو، عاد لينيرجي سينيتيك كتكبر، يعني عاد الالكترون ديالك كيتحرك. حيت ما تنساش بان لينيرجي سينيتيك راه هي الفيتاس، عندها علاقه بالفيتاس وكارين. اوكي دونك هذا هو ليفي فوتو الكتريك. دونك هاد لا فريكونس يمكن لك تسول ما نهضرش عليها، يمكن لنا نرجع للسيمولاسيون. غادي تلاحظ بان كديبوندي بيان سور بالميتال. مثلا خديتي هنا الار بي الفريكونس تو كاين مثلا في هاد القنت هذا، مشيتي لهاد كا كتجي لهنا، مشيتي لان ا كتلقاها هنا، يعني لا فريكونس ال ديبون بيان سور دو تيب ديال لو ميتال. علاش هاد لا فريكونس ال ديبون؟ بيان سور كديبوندي حيت ما تنساش بان لي زاتوم راه ماشي كاملين بحال بحال، حيت لي ميتو كيتكونوا من دي زاتوم، هذوك لي زاتوم ماشي كاملين كيجدوا الالكترون بنفس الانرجي. مثلا الا خديتي الانرجي نفترض بان واحد، حيت كما قلت لكم باش تقلع الالكترون الالكترون واحد الميتال خصك تعطيه واحد الانرجي، هاد الانرجي نورمالمون كنسميوه لو ترافاي دو سورتي، يعني هو الانرجي باش تقلع واحد الالكترون واحد الميتال. بيان سور الا خديتي ان غاز رار، غاز رار مثلا غير حيت غاز رار راه ماشي ميتال، خديتي مثلا ان غاز رار بغيتي تقلع منه لي زيكترون، واش بحالو بحال الا تقلعو مثلا من الهيدروجين، مثلا خديتي الهيدروجين ولا واحد الان او. اوكي شكون اللي صعيب تقلع لي زيكترون، واش من هذا ولا من هذا؟ كنعرفو بان لي غاز رار لي زيكترون تري تري ستار، يعني ما صعيب خصك تعطيهم واحد الانرجي كبيره باش تقلع منهم لي زيكترون، يعني الترافاي دو سورتي غادي يكون كبير. بارابور بار كونتر مثلا الهيدروجين عنده ان سول الكترون ساهل تقلعو، هذاك الالكترون كنعرفو بان كينتمي ا اس ان، دونك هاد ان اس ان بويسك لاكوش التاليه ما عمرهاش ماشي كومبليتمون غومبلي ساهل تقلع من هاد الالكترون. بار كونتر كنعرفو بان ستريكتور ديال الكاسا غتكون دو زي اس دو مثلا دو بي 6، يعني كامل يعني راه ستابل، ما عرفتش واش النيون هي هادي ممكن تنشوف تنفيريفي. مثلا النيو افترض بان هذه هي لاخر ستريكتور ديالو، كتلاحظ ديجا بان اولا ناخذ حنا غير الهيليوم، الهيليوم عنده ان اس 2، يعني ستريكتور لاكوش التاليه عامر، يعني هذا راه ستابل، يعني ما يمكنلك تجي تقلع الا بغيتي تقلع منه هذا الالكترون ديالو خصك تعطيه واحد الانرجي كبيره بزاف. دونك عليها لو ترافاي دو سورتي ال ديبون بيان سور ديال لو ماتيريو. مثلا خديتي لو فار الحديد قارنتيه مثلا مع الار بي ولا الومنيوم، تلاحظ لاطوم ديال الحديد مثلا تقدر تكون كتجر لي زيكترون ليها اكثر من لاطوم ديال الالومنيوم، دونك لينيرجي باش تعطيها مثلا الحديد باش تقلع من الالكترون، او نورمالمون العكس حيت الالومنيوم هو اللي ماشي كونديكتور، ماشي كونديكتور مي فيبلمون ما كينقش الكورون بزاف، يعني لي زيكترون ملتصقين بزاف في لاطوم ديال الالومنيوم عكس الحديد. الحديد ان فوا كتحط فيه واحد الكورون كيدوز لك، يعني كيدوز لك الكهرباء، يعني لي زيكترون فيه ليبر، يعني ما حكمش لي زيكترون ديالو. اوكي دونك كما قلت لكم هادشي علاش
La fréquence seuil, elle dépend du matériau qu'on a. خديت البوتاسيوم دونك ناخذ البوتاسيوم البوتاسيوم تاع نفس المثال ما عرفتش واش عندي نفس السيميلاسيون ندير باتري ديال السيميلاسيون اوكي نشوفو واش عندي لو بوتاسيوم بوتاسيوم قال لك كاين البوتاسيوم الصوديوم كوبر لا ما كاينش بوتاسيوم كاين غير الكوبر والبلاتينيوم مزيان دونك هنا الا خديتي مثلا البلاتينيوم ما بين اغلى لي ميتال اللي كاينين نعطي واحد لانتونسيتي مثلا 50% هنا كتلاحظ واخا كنزيد في لانتونسيتي ما كيوقع حتى لعب لي زيكتون ما كيتحركوش نورمال لانتونسيتي راه هي الانيرجي باش كضرب هذيك ليكتون يعني في الدماغ ديالنا او في اللوجيك ديالنا كل ما زدتي واحد الطاقه باش تضرب واحد ليكتون كل ما غادي تقلعو مي كيما كتلاحظ هنا واخا كنزيد لانتونسيتي ولا كنصغر حتى شي الكترون ما كيرياجي حتى شي عليه مي فاش نبدل لا فريكونس نشوف شنو غادي يوقع هنا ما تحرك والو دونك هذا في الالترا فيولي لوان تاع يعني خصك تصيفطو الالترا فيولي الكبير كاع حيت هنا الالترا فيولي فيه بزاف ديال لي دومين كاين اللي قريب للفيزيبل كاين اللي جاي في الوسط كاين اللي بعيد دونك هنا شنو كتلاحظ تا ادابتيت لا فريكونس عاد ميزوريت هنا واحد لو كوا دونك هنا يمكن لك تانيجي مثلا الا بدلت لا فريكونس شنو كيوقع كاين عندي لا فريكونس دونك هنا لا فريكونس ما كيوقع والو مي ان فوا كنزيد لهنا دونك هنا في الاول ما كان والو حتى وصلت لواحد 1.5 × 10^15 عاد ديسك ميزيري واحد لو كورون يعني عاد لينيرجي ولات كتكبر اوكي دونك هادشي كيما قلت خصو يصدمك يعني خصك تصدم من تشوف بان الا حطيتي واحد الحديده قدام الشمس حتى شي الكترون ما غادي يتقلع شنو خصك دير خصك خصك تحطها قدام واحد اللومبا صغيرة ورا واحد اللومبا صغيرة تبدل غير واحد لا لوميير ديالها يعني ما تزيدش لامبونسيتي تبدل غير لا فريكونس وغادي تقلع لي زيليكترون ديالك يعني هادي شي حاجة اللي هي شوية كتبان لنا اي لوجيك مي ليكسبيريونس كتقول لنا هكا ما عندي ما ندير نشوفو دابا ليكسبليكاسيون فوقاش هادشي دونك نخلي ليكسبليكاسيون ديال اينشتاين من بعد دونك هنا الملاحظات اللي خصكم تحاول تكتبوهم وتليستيهم بوحدهم بان لو نومبر ديال لي فوتو الكترون ايمي كيديتيرمين حيت لامبونسيتي ديال او لانتونسيتي ديال الاخر ديال لومينوز اون فيت راه هي لو نومبر ديال لي فوتون لو نومبر دو فوتون اي هذه هي معنى ديال لانتونسيتي ديال كوا و لانتونسيتي ديال لي زيل ديال لا لامب لو نومبر ديال لي فوتو الكترون ايمي كي ديتيرمين لانتونسيتي ديال كوران اي بروبورسيونيل ا لانتونسيتي دي ريولمون هذا كوا هذا شنو ندير لو نومبر دو فوتو الكترون يعني ديال لي زيلكترون l'intensité lumineuse là si je me connais on a le nombre des photoélectrons et une chiffre fréquence mais c'est une fréquence en fonction de l'intensité yani comme que perte l'intensité كل ما le photocourant yani هذوك les électrons غادي et هنا photocourant yani هو le هو هذاك الاي اس حنا رمزنا الاي اس غادي يكبر هو هاد لا كورب اللي شلنا هنا تقريبا هو هاد لا كورب هذا غير هنا درت لا فريكونس يعني كل ما كبرت لانتونسيتي هنا عندي واحد اي ا اذا بدلتها باي 2 كنلاحظ بان لو كورون او لو فوتو كورون مالو تا هو كيتزاد اوكي دونك هنا ما طراساش لا فريكونس على ما بانتليش سو اون فريكونس حيت هادي راه لانتونسيتي اون فونكسيون ديال الفوتو كورون دونك الكونكلوزيون اللي يمكن لي نستنتج هنايا بان ليميسيون ديال ليزيلكترون اللي انستونتاني با دو طون كاركتيريستيك ما عنديش واحد لو طون كاركتيريستيك باش كتبان فيه يعني واخا تشد كما قلت لكم الشمس هنايا وتحطها 100 عام قدام واحد الحديده ما غاديش تحرك حتى الكترون ما غادي ينقز من بلاصتو يعني هذا الي انديبوندون دو طون ما عندوش شي طون كاركتيريستيك فاش كيبان لو في فوتو الكتريك لينيرجي سينيتيك دي فوتو الكترون اي انديبوندون دو لانتونسيتي دي ريولمون دونك هادشي اللي شفنا دونك نحاول نبدل دونك هنا كنشوف هنايا لينيرجي سينيتيك ديال لي فوتون الكترون اللي انديبوندون دو لانتونسيتي دو ريولمون يعني لينيرجي سينيتيك او لا فيتاس ديال لي الكترون ما مسوقاش لانتونسيتي ديال ريولمون يعني واخا تعطيها كيما قلت لكم نامبورت كي لانتونسيتي الكترون ما كيتحركش من بلاصتو واخا تعطيها شحال ما بغيتي ديال لينيرجي اوكي واخا تشدو نتايا وتجبدو عندك ما غاديش تقلع من بلاصتو علاش كيما قلت لكم هاد لي فوتون الكتريك ال ديبون بلا فريكونس خصك توصل لواحد نيو زيرو عاد ديك الساعه لانتونسيتي يبدا يلعب عندها حتى
Donc, hadchi kima qedkom il est en désaccord avec la physique classique. La dépendance de l'énergie cinétique des électrons en fonction de la fréquence de la lumière incidente et son indépendance de la puissance de la lumière incidente. Cet effet est un phénomène d'interaction rayon-matière. Là, je vais la lumière qui absorbe la matière, les électrons. Ok, attendez, il y a l'effet photoélectrique. Donc, c'est un effet de l'interaction avec la lumière ou le rayonnement. C'est un domaine microscopique qui est comme la mécanique classique. وغادي تكون لا ميكانيك كوانتيك هي اللي خصها تدخل هنايا وغادي نشوفوا لانتربريتاسيون ديال لا ميكانيك كوانتيك كيفاش اينشتاين غادي يحل هذا البروبليم هذا انطلاقا من ليبوتيز ديال بور اللي كنا هضرنا عليها في الاول هي اشنو بور كيما قلت لكم بلان كيما قلت لكم كنخدمها باش يحدد باش يحل المشكل ديال لو كور نوار مي اون فيت راه قدم لنا واحد يعني واحد لافونسي كبيره تقريبا لجميع المشاكل اللي غادي تطيح اللي غادي نوقعوا فيها في القرن 20 و 21 اوكي دونك هادشي اللي كاين اخوان نتلاقاو في فيديو جاي تشاو تشاو